هنعمل النهارده بانكيك. هنعمل بانكيك حلو وحادق بنفس العجينه، يعني انا هعمل عجينه دلوقتي بمقدار واحد كمان وهقسمه نصين قدامكم هنشتغل بيه حلو وحادق. ويلا بينا على طول نشوف مقاديرنا. مقاديرنا هتكون عباره عن كوبايه ونص من الدقيق، كوبايه ونص من الحليب، ربع كوبايه زيت، عندي بيضتين ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخل، معلقه صغيره من الفانيليا السايله ده للحلو، رشه ملح، وللحادق هنحتاج رشه زعتر. تمام، علشان نسوي هنحتاج مسحه بسيطه خالص من الزيت في طاسه تكون غير لاصقه، ضروري جدا. التزيين بقى يعني براحتك بقى، احنا النهارده مثلا عندنا شرايح فراوله وكيوي وموز، ده للحلو طبعا، شوكولاته قابله للدهن، وعندنا شوكولاته خام بيضه وشوكولاته خام دارك علشان نزين بيها البانكيك. كمان الحادق بقى يعني جبن بقى وبسترمه زيتون شيري، زي ما انتم عايزين. الحاجات دي بقى بتاعه التزيين ليكوا فيها مطلق الحريه. ويلا بينا على طول نبدا في عجينه البانكيك. عجينه البانكيك النهارده مختلفه شويه، دايما عجينه البانكيك بتبقى تقيله، النهارده هنعملها خفيفه عشان مش محتاجين سمك كبير، احنا عايزين سمك رقيق، فعشان كده هنشتغل على الاساس ده. دي كده كوبايه حليب، وهنحتاج نص كمان، هحط البيضتين. يبقى انا كده باخد الاول السوائل في الخلاط علشان الخلاط يمشي معايا بسهوله وما يقفش معايا، وادي الزيت. عندنا الخل والسكر، تمام، وذرة الملح، ده كده الاساس معانا طبعا، والدقيق. اما الدقيق والبيكنج باودر كمان، اما الفانيليا والزعتر دول واحد للحلو واحد للحادق. هعمل الاساس وبعدين نقسم العجينه نصين ونحط على نص فانيليا والنص التاني زعتر. كده انا قلبت كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر على كوبايه ونص من الدقيق، وجاهزه معانا. تعالوا بينا يلا في الخلاط، كنا حاطين كل المواد السايله وحطينا كمان ذره الملح، وهبتدي ان انا اخلطهم الاول وبعدين اضيف الدقيق. زي الفل، خلاص الخليط تجانس مع بعضه. عندي بقى الدقيق اللي انا خلطت معاه معلقه صغيره من البيكنج باودر، هنزله وابتدي اخلط تاني عشان يبقى خليط متجانس مفيش اي تكتلات. زي الفل، خلصنا وعجننا والعجينة قوامها حلو قوي. هجيب بولتين كده هقسم فيهم العجينة بتاعتي، انا كده قسمت العجينة بتاعتي لنصين، تمام. نص هنحط عليه الفانيليا علشان نعمل بيها الحلو، ونص تاني حطينا الزعتر او هنحط الزعتر اللي هيميز لي الحادق، وقلب ده. هنا زي ما قلنا في بداية الحلقة او في بداية ما بدأت اشتغل في البانكيك، ان العجينة النهاردة مش تقيلة كالمعتاد في البانكيك، العجينة اخف شوية، مش عايزاها تطلع متختخة زيادة عن اللزوم. كده قلبنا الحلو، تعالوا بينا نجيب معلقة ونقلب الحادق. قوام الخليط بصوا، لا هو زي الكريب، الكريب بيبقى اخف من كده، ولا هو بانكيك القوام المعتاد اللي هو التقيل، وسط ما بين الاثنين، تمام. عارفين طبعا الحاجات بتاعه الكاتشب والمايونيز والحاجات دي هحط فيها علشان ابتدي اصب
في الطاسه. يا جماعه العجينه كمان مش حادقه خالص خالص، اللي هي يعني اللي يعني نقول ايه خلاها فيها طعم شويه الطعم الحادق، احنا حاطين بس زعتر ملح، هو اللي محطوط هنا، هو اللي ذره بسيطه، واللي هيفرق بعد كده الحشوه جبن بقى وحاجات زي كده هي اللي هتخلي الطعم بقى حادق وحلو. طيب عبينا الحاجات بتاعتنا، تعالوا بينا بقى طاسه تكون ما بتلزقش وعلى نار متوسطه، النار مش عاليه، وهحط كده نقطة زيت ووزعها كويس في الطاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة حلوة جدا ممكن نشرك ولادنا فيها في المطبخ، يعملوا ويزينوا وجاي لهم اصحابهم عيد ميلاد كده عالضيق، هيبقى حلو قوي. ايه دي مسحة زيت بسيطة. وناخد زي الفل. هبتدي بقى اصب البانكيك. حاولي بقى هنا تظبطي ايديكي بحيث ان يبقى كله قد بعضه، مهم جدا علشان الشكل النهائي يبقى مظبوط. لزقوا في بعض مش مشكلة. تمام، حلو جدا. هستنى بقى يبتدوا كده يستووا من ناحية عشان اقدر اقلبهم الناحية التانية. الموضوع سهل وبسيط، والكمية دي بقى هتفرط معاكي كمية كبيرة جدا، والتقديم شيك وبسيط، يعني حاجة مش مكلفة وفي نفس الوقت حلوة جدا وهتعجب الولاد الصغيرين جدا جدا. هجهز حاجة علشان نقلب بيها. اوعي تقلبي غير لما تحسي ان هو خلاص استوى تماما، عشان لو قلبنا وهو لسه ما استواش هتلاقيه اتعوج ومش مظبوط معانا. نبدا كده نقلب في البانكيك بتاعنا. بسم الله. خلاص طالما استوى من ناحيه بس لسه ما خدش اللون، عايز يستنى شويه. طالما استوى من ناحيه بيبقى قلبه سهل الناحيه التانيه، بس انا هستنى. نستنى ايه بقى؟ ياخد بس اللون. الموضوع سهل وبسيط ومش هياخد منك وقت خالص. ادي بسم الله، حلو قوي اللون ده، لا زي القطايف كده، هما الاثنين اللي في النص لزقوا في بعض. تمام، بصوا حلو جدا، والمقاس كله قريب من بعضه عشان لما اجي اقدم يبقى الدنيا شكلها حلو ومش واحده كبيره وواحده صغيره. زي الفل. زي ما انتم شايفين ده الحادق اللي فيه الزعتر، هطلعه هخلص الكميه واعمل بقى الحلو بنفس التكنيك بالظبط. يبقى نقول تاني حطينا في الخلاط كل المواد السائله وضربناهم كويس مع بعض فيما عدا الفانيليا والزعتر والدقيق والبيكنج باودر، قلبناهم مع بعض بعد ما خلطنا المواد السائله في الخلاط، حطينا الدقيق والبيكنج باودر قلبناهم كلهم كويس جدا عشان ما يبقاش في اي تكتلات. الخليط بتاعي قسمته نصين على طبقين، حطيت على طبق الفانيليا وحطيت على طبق التاني الزعتر، وعبيتهم في العلب بتاعه المايونيز والكاتشب علشان اقدر اصب منهم بكل سهوله. تمام، التسويه في طاسه تكون ما بتلزقش ضروري جدا، مسحه بسيطه خالص من الزيت علشان تساعد معانا، وابتدينا نصب كله قد بعضه، والحجم بقى اللي انت عايزاه، عايزه صغير زي ما انا عامله، عايزه اكبر براحتك بقى. وطالع معانا بالشكل الجميل ده. هبص بقى الناحيه الثانيه كده زي الفل. يلا بينا نجيب طبق نشيل ده كله ونصب غيره. تمام، هصب بقى من الحلو اللي عليه فانيليا. وادي البانكيك وجماله، شايفين شكله عامل ازاي؟ شكله تحفة جدا، تسوية مظبوطة، شكله حلو كله قد بعضه، وده المطلوب. تمام، ايه الجمال ده؟ تحفة جدا.
بكل سهوله ومقادير بسيطه عندك في البيت دلوقتي هتقومي تعمليها، وهتلاقي عندك مثلا في البيت موزايه فراولايه الكلام ده كله، هنظبط الدنيا وهنقدم للولاد حاجه حلوه جدا هتخليهم تشجعهم على الاكل، وهنقدم لهم معاها سواء الجبن او الفاكهه وهياكلوها ان شاء الله كده. خلاص الناحيه الثانيه كمان زي الفل. يلا بينا نرفع بقى كله ده بالفانيليا الحلو، اظن ولا اسهل من كده. قلنا كل حاجة عشان يطلع معاكي 10 على 10، اهم حاجة النار متوسطة. تمام، طاسة سخنة نار متوسطة. هشيل دي دلوقتي اكمل بقى بعدين. تعالوا بينا يلا نشوف هنعمل بيهم ايه بعد ما اخلص كل الكمية. عندي الحلو اللي بالفانيليا وعندي الحادق اللي بالزعتر. تعالوا نشتغل في الحلو الاول. ادي شوكولاتة خام، وادي شوكولاته قابله للدهن، كمان عندنا الكريم شانتي بالشوكولاته. عايزه افتح بس فتحه صغنططه كده، المقص فين اهو، فتحه صغيره خالص بما ان احنا بنشتغل في حاجات ميني فعلشان نعرف نتحكم فيها. ادي الحلو اللي معانا. تمام، هبتدي احط كده. عايزه اقول لكم الحاجات دي كلها مش هتاخد معانا يعني حاجات بسيطه، كلها عينات زي ما بنقول. واضغطهم الاثنين على بعض. تمام، هلبس جلافز بقى عشان هننزل في الشوكولاته. ممكن نكبر كمان عن الحجم ده شويه ويتقدم بقى في الاحتفالات او اعياد الميلاد، هيبقى حلو قوي. تعالوا بينا نجيب بقى طبق كده، او بلاش طبق، عندنا ورق زبدة. تمام، على بلانشة، وبعد ما بلزق اتنين كده مع بعض بالكريمة، هو طبعا عشان لسه سخن وطالع من النار، هغطس الاثنين اللي انا لزقتهم في بعض في الشوكولاته الخام السايحه كده واطلعهم. وعلى ورق الزبده زي الفل. نعمل كمان ادي حاجه بسيطه خالص من الكريمه في النص عشان بس ألزق الاثنين مع بعض كده. لما بضغط عليهم فبتتوزع الكريمة، بسقط في الشوكولاتة. موضوع سهل وبسيط جدا. دي شوكولاته قابله للدهن، برضو باخد كده واحط في النص حته صغننه خالص، مجرد بس ان انا الزق الاثنين بانكيك ببعض. ودي ميزه بقى ان احنا عاملين الحجم كله قد بعضه عشان يطلع في الاخر الشكل متساوي، وبننزل في الشوكولاته السايحه كده ونصفي كل الزيادات وهكذا بقى. اعملي ده، انت هتعملي كميه رهيبه بالمقدار اللي احنا قايلين عليه. هكتفي بدول من الشوكولاته زي ما انتم شايفين باينه معانا خالص اهي. طبعا الكلام ده كله هيجمد خالص لان احنا مغطيين بشوكولاته خام بدون اي اضافات، فهتنشف مع الجو البارد او في الثلاجه وهتدينا نتيجه روعه. طيب تعالوا بينا نعمل بقى ايه بالفاكهه. عندنا ناخد برضو اللي هو الحلو، انا ايديا بقت كلها شوكولاته. مثلا هناخد برضو اللي هي الشوكولاته القابله للدهن، واخد معاها مثلا واحده من الكيوي، واحده من الفراوله، واخد واحده كيوي، واحده بانكيك تاني. تمام، وفين الاستكسر بتاعنا اللي احنا هنمسك بيه اهو. كده وهمسكهم ببعض
وهيبقوا بالشكل ده. تمام، شكلها حلو قوي، لطيفه، فيها الشوكولاته، فيها البانكيك، فيها الفراوله والكيوي، ممكن نحط موز كمان. تمام، ممكن برضو في الاخر كده نحط مثلا برضو واحده فراوله تاني عشان تدي منظر حلو كده، تبقى مغريه كده. نعمل واحده كمان، ليكي بقى مطلق الحريه، تبدعي براحتك وتحطي الاضافات اللي انت عايزاها. نحط موزه كمان، يبقى كده حطينا فاكهه، وهنشبكهم كلهم مع بعض بالستكس وشوكولاته والدنيا زي الفل. تمام، اي حاجه زياده نقدر. تمام، بالشكل ده اسلوب شكلها حلو قوي. طيب تيجوا نعمل حادق بقى عشان نبين برضو الدنيا هتمشي ازاي. عايزين معالق بس. طيب عندنا الجبنه الكريمي وعندنا البسطرمه، هاخد بس معلقه من الجبنه الكريمي اوزعها على البسطرمه عشان الزق بيها وتديني كده طعم حلو مع البانكيك. تمام زي الفل. يلا بينا بقى هنبتدي ناخد من الحادق ومن الكريمه اللي احنا عملناها بالبسطرمه، جبنه كريمي وبسطرمه. ونحط ايه؟ ممكن نحط بقى جبنه، وارجع تاني احط بسطرمه عشان تلزق الاتنين في بعض. وايدي واحده تانيه، وهنشبكهم مع بعض بالستكس. وهنا بقى اقدر احط طماطميه شيري او زيتونه، وهتبقى بالشكل ده. ده كده نوع. تمام، بالبسطرمه، حلو قوي.